الله وبركاته، معكم أستاذ العياد اليوم في تتمة درس الوزن والكتلة. أرى كنا تعرفنا في الفقرة الأولى على شنو هو الفرق ما بين الكتلة والوزن، وفي الفقرة الثانية كنا تعرفنا على العلاقة بين الكتلة والوزن، وكنا توصلنا لواحد العلاقة اللي هي مهمة، وقلنا أن الوزن يساوي ماذا؟ الكتلة في الجي، وقلنا أن الجي هي شدة التقالة، وكل منطقة ولا كل كوكب معين كتكون عنده واحد شدة تقالة خاصة به، وهذه شدة التقالة هي اللي كتأثر لي على الوزن. إلى زاد شدة التقالة كيتزاد الوزن، نقصت شدة التقالة كينقص الوزن. اليوم سنتعرف على مميزات وزن الجسم. إذا هذا وزن الجسم هذا اللي هو مثلا بي، ماذا؟ القوة المطبقة من طرف كوكب معين على جسم ما. اذا كنرمزوا لها دائما ب، ما رد عليكم، هي اللي كنتو كتسميوها تاثير الجاذبيه. انا هذيك تاثير الجاذبيه او القوه المطبقه من طرف الارض ولا المطبقه من طرف كوكب معين، دائما دابا غتبقاو تسميوها وزن. فمثلا كان عندنا هنا واحد الحامل، هنا خيط، هنا واحد الجسم، قال لي اعطيني جره القوى المطبقه على هذا الجسم، كتقول لي طونسيون دي فيل، توتر الخيط، وغتقول لي تاثير الجاذبيه. هذا التاثير الجاذبيه ما بقيناش نسميوها تاثير جاذبيه، غنقولوا وزن هذا الجسم اس من طبيعه الحال. طيب اذا هذه القوه هذه شنو هما المميزات ديالها؟ غنبداو بخط التاثير والمنحه وندوزوا لنقطه التاثير وعاد نكملوا بالشده. اذا غناخذوا في هذه الحاله واحد الحامل ولا واحد الكره معلقه بواسطه خيط. طيب اذا هنا عندي خيط، هنا عندي حامل، وهنا عندي كره. اشنو غادي نديرو؟ غناخذ واحد المقص وغادي نقطعو هذاك الخيط. الوغ هنا تنشوفو اتجاه سقوط الكره، كيفاش سقطات الكره. اذا هذه الكره سقطات عموديا. الوغ شنو هو خط التاثير؟ هو المستقيم العمودي. واضح؟ المستقيم العمودي او المستقيم الرأسي او المستقيم الشاقولي، هادو كلهم سميات نقدروا نقولوهم. المستقيم العمودي او المستقيم الرأسي او المستقيم الشاقولي. واضح؟ مفهوم؟ طيب المار من طبيعة الحال نقطة التأثير اللي هي الجي. علاش سميناها الجي؟ لحقاش تأثير عن بعد، ومن طبيعة الحال القوة اللي كتكون دائما عن بعد راه دائما تتكون في نقطة التأثير. من طبيعة الحال غنتعرفوا عليها هنا، بقاو معايا باش نعرفوها. من طبيعة الحال نقول المستقيم العمودي أو المستقيم الرأسي أو الشاقولي المار من نقطة التأثير واللي هي النقطة جي. طيب اذا هذا هو خط التاثير دائما ديال الوزن، كيكون مستقيم عمودي ومستقيم شاقولي. ندوزو دابا لنقطه التاثير. انا غردوا البال معايا مزيان، نبينوا ان برهنوا على ان نقطه التاثير هي النقطه الجي. حنا كنا عارفين او تنقولوا تاثير الجاذبيه راه كتاثر على الاجسام فين؟ في مركز الثقل، ولكن نبينوا نبرهنوا عليها دابا. الو غناخذوا مثلا واحد الحامل على هذا الشكل هذا، رد البال معايا مزيان، حامل، غادي نعلق فيه واحد الورقه. نتمنى تكون بين هذه الورقه مزيان، مع السبوره بيضاء وورقه بيضاء، ما عرفتش غتبان ولا ما غتبانش. انا نديروا ليها، نديروا ليها مثلا بحال هكا باش تبان لكم الورقه. طيب الوغ عندي هنا هاد الورقه هادي، واضح؟ اذا هاد الورقه معلقه من هنا في هاد الخيط هذا. طيب الوغ الى قلت لك دابا حدد لي خط التاثير، ساهله، غتقول لي خط التاثير هو المستقيم العمودي المار، المستقيم العمودي بطبيعه الحال، واضح؟ طيب غيرت هاد الورقه مثلا وما خليتهاش معلقه من هنا، خليتها معلقه من هنا مثلا من الوسط ديالها. الوغ قلت لك انشا لي خط التاثير، غتنشا كذلك خط التاثير هو المستقيم العمودي، واضح؟ غيرتي عاوتاني الورقه، شديتي هاد الورقه مثلا من هنا وقلت لك انشا لي خط التاثير، غتنشا هاد الخط العمودي، واضح؟ اذا هذيك خطوط التاثير كامله اللي نشات فين كتلاقى؟ كتلاقى في واحد النقطه معينه. اش كتسمى هذيك النقطه المعينه؟ قلنا
هي مركز الثقل الجي. يعني كيف ما بغى يكون هذاك الجسم، كيف ما بغى يكون هذاك الجسم راكب بحال هكا ولا راكب بحال هكا، مهما كانت طبيعه ذلك، كيف ما بغى يكون هذاك الجسم، دائما راه نقطه التاثير ديال الجاذبيه كتكون في مركز اتقاله. واذا كان شكل هندسي بسيط فمركز اتقاله من طبيعه الحال هو نقطه تقاطع اقطاري. واضح؟ اذا نقطه التاثير دائما هي مركز الثقل، ما تنساوش عليها. وقالت لي من طبيعه الحال الشده واللي ديجا توصلنا ليها هي بي. شنو كتساوي الشده؟ هي الكتله ديال هذاك الجسم في شده التقاله من طبيعه الحال. اذا هذو هما المميزات ديال وزن الجسم. دائما خط تاثير المستقيم العمودي او المستقيم الراسي. المنحه نسيت هنا المنحه، اذا اشوف عندك الكره سقطت نحو الاسفل، اذا منين؟ من هنا نحو الاسفل، او من جاي نحو الاسفل. واضح؟ هذا هو المنحه ديالها. نقطه التاثير من طبيعه الحال هي مركز الثقل وبرهنا عليها، والشده من طبيعه الحال هي بي تساوي ام في الجي. الو بقاو معايا في واحد 80 دقيقه باش تفهموا هذا الشيء مزيان وتضبطوا. الله يرضي عليكم. إذا في هذا التمرين التطبيقي شنو عندنا؟ لإيجاد العلاقة بين كتلة وشدة وزن الجسم نقيس شدة وزن مجموعة من الكتل المعلمة بواسطة الديناموميتر. من خلال القياسات نحصل على المنحنى الممثل جانبا. ألو هذا هو المنحنى اللي شرحت لكم في الدرس في الفيديو اللي فات. أولا اعطي مدلول المقدارين الفيزيائيين، سؤال كيتحط بزاف في الامتحانات. ألو نبداو بأولا شنو هو المدلول ديال هذوك المقدارين الفيزيائيين؟ من طبيعة الحال مدلول المقدارين الفيزيائيين، واضح؟ نبداو بأم. شنو هي أم من طبيعة الحال؟ هي الكتلة، واضح؟ لاماس. ونمشيو من طبيعة الحال لبي، ومن طبيعة الحال اللي هي لو بوا الوزن. لو بوا طيب برافو. ندوزو دابا للسؤال الثاني. استنتج مبيانيا قيمة شدة التقالة الجي. الوغ هذا تا هو كنا شفناه، شدة التقالة مبيانيا من طبيعة الحال. الوغ مادام عبارة عن دالة خطية فيمكن حساب شدة التقالة أو المعامل الموجه لهذه الدالة بالعلاقة جي تساوي بي من طبيعة الحال على ام، واضح؟ بي على ام. ناخذ واحد القيمة مثلا ديال بي من خلال المبيان، ناخذ مثلا 0.4، واضح؟ 0.4، ونشوفوا القيمة التي توافقها، يعني السابق ديالها هي 40، واضح؟ شحال عطاتني هنا؟ 40. ومن طبيعة الحال غنديرو 0.4 قسمة 40، أعرض البالة هاد 40 اللي عندي هنا باش بالجرام، ألو خاصني نحولها للكيلوغرام، ردوا البال، لأنه شنو هي الوحدة ديال الجي؟ هي النيوتن بار كيلوغرام. ألو عندي هنا 0.4 نيوتن، وعندي هنا بالجرام. كنت ديجا قلت لكم إلا بغا تحول من الجرام للكيلوغرام، من طبيعة الحال كضرب في 10 أس ناقص 3، ألو هاد الشيء كامل غنضربو في 10 أس ناقص 3 كيلوغرام. ردوا البال مزيان، ما تنساوش التحويلات، إلا نسيتي التحويلات غايجي كلشي خاطئ. طيب الو شحال غيعطيني هذا الشيء؟ من طبيعه الحال غادي يعطيني 10 نيوتن بار كيلوغرام مني غادي نحسبوها، واضح؟ الو اش كتمثل لي 10 نيوتن بار كيلوغرام؟ هي شده التقاله. مزيان، عندي في هذا الجزء الثاني يمثل الشكل جانبه صوره لعنكبوت كتلته ام كتساوي 1 غرام. هذا العنكبوت اللي عندي هذا الكتله ديالو 1 غرام من طبيعه الحال. وشروط القوى المطبقه على العنكبوت من طبيعه الحال في ليتيود ميكانيك دائما كاينين دي زاتاب اللي خصني نتابعهم. اذا ثالثا اول حاجه خصني نحدد شنو هي؟ هي المجموعه المدروسه، جرد القوى المطبقة من طبيعة الحال على ماذا؟ على العنكبوت بيلون دي فورس. الو أول حاجة كندير هي المجموعة المدروسة. شكون هو الجسم اللي كيخضع لهذا التأثير ولهذه القوة؟ من طبيعة الحال هو العنكبوت، واضح؟ ومن طبيعة الحال غادي ندوز لجرد القوى. القوى تنصنفهم إلى نوعين، قوى التماس
وقوى عن بعد. شنو هي القوى بالتماس؟ هي القوى المؤثرة على الجسم وتوجد في تماس معه، لا قوى عن بعد. قوى عن بعد. ألوغ أشنو كيأثر ليا في هذا العنكبوت هذا؟ من طبيعة الحال الخيط ديالو. ألوغ تأثير خيط العنكبوت أو الخيط على العنكبوت، تأثير الخيط على العنكبوت، واضح؟ كل تأثير من طبيعة الحال ولا كل قوة ترمز لها بواسطة أو تنمجها بواسطة متجهة. القوة عنده ألو إذا مثلا تقطع هذا الخيط هذا أشنو غيوقع العنكبوت؟ غادي يسقط. بفعل ماذا؟ بفعل جاذبية. أشنو سمينا القوة المطبقة من طرف الجاذبية؟ سميناها الوزن. ألو وزن العنكبوت. باش كنرمزو لهاد القوة هذه؟ دائما كنرمزو لها بالبي. طيب ندوزو دابا للسؤال اللي من بعد هذا. حدد مميزات وزن العنكبوت. الو ردوا البال معايا مزيان، الله يرضي عليكم، باش نحدد المميزات ديال وزن العنكبوت. غادي نجي هنا وغادي ندير رابعا ولا نديرو هنا رابعا مميزات وزن العنكبوت. الو شنو هي المميزات ديال وزن العنكبوت؟ من طبيعه الحال نقطه التاثير، خط التاثير، المنحه والشده، واضح؟ شنو هي نقطه التاثير؟ ما دام هي المميزات ديال الوزن فنقطه التاثير دائما هي النقطه الجي، مركز الثقل من طبيعة الحال. خط التأثير دائما المستقيم العمودي أو الرأسي أو الشاقولي المار من جي من طبيعة الحال، والمنحق دائما قلنا من جي نحو الأسفل. المميزات ديال الوزن كتبقى ثابتة ما كتغيرش من جي نحو الأسفل. والشدة بي كيفاش نحسب الشدة بي؟ دابا ولات عندي طريقة باش نحسب الشدة بدون استعمال الديناموميتر، بواسطة العلاقة ام فوا جي. شحال ام؟ شحال الكتلة ديال هاد العنكبوت؟ 1 غرام من طبيعة الحال، خاصني نحولها لكيلوغرام، يعني نضربها في 10 أس ناقص 3 كيلوغرام في الجي من طبيعة الحال. شنو هي الجي؟ واضح؟ الجي هي 10 نيوتن بار كيلوغرام. كاين مثلا اللي غادي يمشي ويخليها بالغرام، اشنو غادي يدير؟ غادي يدير بي كتساوي 1 غرام في 10 نيوتن على الكيلوغرام. رد البال، هذه راه علاقة غير متجانسة، عندك الكيلوغرام والغرام في علاقة وحدة. رد البال، صافي مفهوم؟ إذا شنو خصني ندير هنا؟ 1 في 10 أس ناقص 3 مشات الكيلوغرام مع الكيلوغرام، و1 في 10 أس ناقص 3 في 10 من طبيعة الحال هي 10 أس ناقص 2 هي 0.01، واضح؟ نيوتن. ألوغ هاد بي هادي ماذا تمثل؟ 0.01 تمثل وزن العنكبوت، واضح؟ طيب مزيان. ندوزو دابا للسؤال الخامس. اكتب شرط توازن جسم سلب خاضع لقوتين. اذا هادشي تعرفنا عليه في الدرس اللي فات. يكون جسم في حالة توازن، يكون جسم صلب في حالة توازن تحت تأثير قوتين، تحت تأثير قوتين اذا كان لهاتين القوتين ماذا؟ نفس خط التأثير، هذا الشرط الأول، والمجموع المتجه للقوتين يساوي متجهة منعدمة. ألوغ هادو هما شرطي توازن جسم سلب خاضع لي قوتين. طيب السؤال رقم 6. نعتبر العنكبوت في حالة توازن. إذا هذا العنكبوت هذا غنعتبروه مثلا في حالة توازن. رد البال معايا مزيان، نعتبر العنكبوت في حالة توازن. إذا لكان هذا العنكبوت في حالة توازن، فالقوة المطبقة من طرف الخيط والقوة المطبقة من طرف الجاذبية اللي هي الوزن
اش عندهم؟ عندهم نفس خط التأثير ونفس الشدة. رد البال معايا مزيان، ونفس الشدة. ألو اش نطلب مني هنا؟ نعتبر العنكبوت في حالة توازن، استنتج مميزات القوة التي يطبقها الخيط على العنكبوت. ألو مميزات تي، شنو هي تي؟ هي القوة التي يطبقها الخيط على العنكبوت. من طبيعة الحال غادي نديرو نقطة التأثير، خط التأثير، المنحة والشدة. طيب نقطة التأثير من طبيعة الحال أين يؤثر الخيط على العنكبوت؟ في النقطة أ. خط التأثير كيف يؤثر الخيط على العنكبوت؟ عموديا من طبيعة الحال. لماذا؟ لأن القوتين نفس خط التأثير. إذا المستقيم العمودي المار من نقطة التأثير اللي هي أ من طبيعة الحال، والمنحى إذا كان هذاك نحو الأسفل الآخر غيكون نحو الأعلى، منحيان متعاكسان من أ نحو الأعلى. وبقات لي الشدة من طبيعة الحال، فللقوتين نفس الشدة. لحقاش ملي كنقول المجموع المتجه للقوى يساوي المتجه المنعدمة، كنعني بها للقوتين نفس الشدة وللقوتين منحيان متعاكسان. إذا نفس الشدة يعني الشدة T ستساوي الشدة P، والشدة P أنا ديجا حسبتها ولقيت هي 0.01 نيوتن. طيب أنا وهذا الشيء ولا مازال لي سؤال؟ إذا السؤال الأخير شنو كيقول لي؟ مثل متجهتي القوتين. إذا مطلوب مني نمثل أنا هذوك المتجهتين معا، يعني القوة T والقوة P. ومن طبيعة الحال دائما ملي كنبغي نمثل خاصني سلم، عاطيني هو السلم شحال عاطيني؟ كل 0.005 نيوتن كتعطيني 1 سنتيمتر، كل 0.005 نيوتن شحال غتعطيني؟ 1 سنتيمتر. شحال عندي أنا؟ 0.01 يعني 0.010، شحال غتعطيني من طبيعة الحال في هذه على 5 هي 2 سنتيمتر. والقوتين بجوج عندهم 0.01، إذا بجوج غيكون فيهم 2 سنتيمتر. أنا كنستعملوا المسطرة وكنمثلوا القوة الأولى، من طبيعة الحال غنحاول أنا هنا ما نقيش كيفاش ندير 2 سنتيمتر، غناخذ هالسنتيمتر ونديرها بها ماشي مشكل، 2 سنتيمتر. ألوغ هاس 2 سنتيمتر القوة المطبقة من طرف تي واضح، وكنجي وكنمثلها هنا تي. ومن طبيعة الحال القوة المطبقة من طرف الجاذبية وكذلك خصها تجيني عمودية، يعني خص تكون عندها نفس خط التأثير مع هذا، ونحسب 2 سنتيمتر. ألوغ من هنا ونحسب 2 سنتيمتر نحو الأسفل. ألوغ هذه هي القوة ب. طيب ألوغ تنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان، وهذا التمرين التطبيقي راه حاولت نجمع فيه الدرس اللي فات ديال توازن جسم سالب خاضع لقوتين والوزن والكتلة. من أهم الدروس الله يرضى عليكم، حاولوا تضبطوه مزيان وحاولوا تعودوا هذا الشيء باش تفهموه. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، وما تنساوش ديروا أبوني وجيم إذا كان كيعجبكم المحتوى اللي كنقدمه باش تدعمونا باش نزيدوا نعطيو أكثر. إلى اللقاء.